علاق مسعود. واش من تاريخ زايد؟ من نفس أنكارا. باباك واش سموه؟ طيب. والأم؟ أنيليش خلوجة. الحاج واش الضيف لنا واش قال لزميلك هذا المجاهد؟ أنا تعشت في هذه الجهة كمجاهد. عشت واش وقع لك؟ واش كيفاه كانت الشعب هذا؟ كيفاه الشعب؟ احنا ما عندناش اتصالات معاه في الحقيقه. احنا نمشوا بالمسؤول نتاعنا والمسؤول يتصل بالمسؤول نتاع الدشره واحنا نروحوا غير ريبيش عند الشعب. وشكون اللي كان مسؤول عليكم في ذاك الوقت؟ يتبدلوا كل واحد. مثلا سمي لي بعض اللي كان عليكم من الاول مثلا، ولا الزوج، ولا من الاول ما تنجمش تلقى مسؤول، تلقاها ديريكت. كان سي عيسى، ومن بعد سي عيسى جاء هذاك سعيد حزامة، ومن سعيد حزامة جاء أبو جمعة والقاضي والآخر. ما يتبدلوا أبو جمعة البكاري. هذا أبو جمعة البكاري هذا هما. ومن بعد انقسمنا ولينا جروبات. ما تنجمش واش من عام هكذاك بديتوا تقسموا جروبات كما الكتيبة تاعكم؟ واش من عام تقسمت؟ بالك في 69 انت واش تشوف يعني الضغط تاع فرنسا كان عليكم كي كنتوا في الكتيبه ولا كي كنتوا جروبات؟ اوا كنا في الكتيبه مولا يمشي ما يخافش مع الجروب. مع الكتيبه ما تخافش، بصح كي تعود مع جروبات وين طلع لك يهكوك. مع الكتيبه الى كروشيت تنجم تسلك، واللي مات واللي سلك سلك. واللي تكروشيتو كنا هنا في خنيشه. روحنا طحنا هنا في لامبيسكات عند بن هوده، في الدار نتاع بن هوده كاع هنايا. روحنا الخنيشه، روبلينا الخنيشه، تبعونا مع الصباح للغابه هذه. بيعه زعما؟ ما بيعاش. تبعونا لقونا ذما مع الظلمه نتاع الصباح. اخرين ولاو لهنا لجهه الشعب، اخرين راحوا للخنيشه. هذو كل اللي ولاو قلت لهم ذما في الخرجه نتاع خنيشة في الوطيعة كانوا مولينا. احنا ما نجموش احنا منا عقبنا احنا هبطنا درنا امبيسكات تاع بروس. تما درنا امبيسكات. دخلت على طابلات. طابلات. قدام من كيلومتر على طابلات؟ كيلو نحو كيلومتر زوج. ما كاش واحد الكيلومتر ميبا. في الدراع غير فوق كيما راه الجبن شو هذا لاكريتا. اه. تم. لمن درتوا الكمين هذا؟ عسكر ولا؟ قاعدين اللي جا هذاك هو ما جاوش. ما جاوش. وضربنا من بروس، ضربنا الاساس وضربونا من الكود الحمراء بالانتيري. كاينه واحده ما كلاطاتش، حطت في الواد، بعثنا لها الشعب وريكيبيراوها وداروها بومبا ودرناها اللي شار هذاك اللي كان يطلع للزماله. هم دروكا داروا فيها ديكور. تما قلبات. واش سمعتوا عليه؟ واش كانت النتيجة نتاعو؟ نقولوا النتيجة نبغي نعلم منها. النتيجة اللي طابتوا السلسلة ومن بعد كانت ما موش فاشل تقدر تقول. هو خسر. الأطراف خسر. هو انقلب للطرف ولا جيب قد تضرب، وحنا من القطعة بالزواطرة نتفرجوا. ومن بعد فرنسا واش دارت كي راح للبلاد؟ ما كان ما دارش. تخرج تركلي ولا اخر ما انت كل ماكلة كيفاش كنتوا تاكلوا؟ الماكلة عند الشعب، وين ما كاش الشعب كاين لي بوست في لا زون انتيردي. عندنا كاع منا حتى الفانطاس حتى الربعة كاع زون انتيردي، حتى الخميس الحمام الوان. سما انتم كنتوا عسكريين الماكلة تلحق ليكم؟ ما تلحق فوالا الماكلة تلحق ليكم. عندنا سكورتي يجيبوا لي بوست. كاين مسؤولين مسبلين هما ايوا. احنا ما نحوسوش على الماكله نلقاوها كل بلاصه نلقاوها، واللي مسؤول على الماكله هو ينديها اللي يجيبو. كما مثلا هذا الريفي طيار اللي يقولوا عليه، تعرفوا مثلا؟ انت تعرف واحد كان ريفي طيار؟ احنا نقولوا له لا طاندانس. لا طاندانس هو اللي مستكلف. وشكون مثلا الفتره هذه اللي كان متكلف ملي دار وزون انتيردي؟ وشكون اللي كان متكلف بال لا طاندانس؟ اي كل قسم جهه فيها الاخر. ولا طانداس يستكلف متصل مع المسؤول نتاع الدشره. وفي لي بوست كاين لا زون، لي بوست في لا زون انتيردي عندهم لي بوست هذوك سكول سبيسيال نتاع اللي يروحوا لكوماندو السلعه ويجيبوا. هل دركا اليوم
راكم راضيين على الشيء اللي درتوه والشيء الاخر والشيء كاش حصل؟ ايوا والشيء حنا كاش واحد. لا 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 حنا يا الشيء اللي رضينا به نعم. درناه مليح ولا شيء كملنا به الحمد لله. حنا واش كنا طبعنا باه نديرو؟ ما نعرفوا لا سياسه ولا ورانا خارجين حتى النصر والاستقلال. حتى النصر قال للدربان الدربان ما قالش ما تدرباش اقعد راك قاعد وراك واش كاين؟ تاخذوا اوامر من اوامر وما عندناش سياسه نقولوا باينه نعرفوا. اي ماكم سياسيين يعني. هذا ما كاش معركه اللي تشفالها وكاش ما فيها الضياع كاش ما فيها انتصارات كاش ما فيها اللي حضرت فيها. لي زامبيسكات يحكي لنا على كاش واحده مثلا. هذه اللي كاش حادث صار لكم ما تبقاش تشفى عليه. مولاه لو كان يبدا يفكر. لا بدا. كاينه نتاع بني جغلال هذيك. ابدا. سركلونا بالدار. ايه. بنا دار بن الشيخ هذيك. شحال كنتوا انتوما؟ واحد سبعه ولا ثمانيه برك. سركلونا. وخرجنا من الباب تبدا تضرب. طيحنا اللي بداوا يضبحوا الاخر احنا اللي يضرب ينقز. في واحد حضرة اسلكنا جات الكوبتير ثم للليل في الليل هبطت جات الطيارة نتاع الباراشيت اللي استطلق الضوء غدوة من ذاك حرقوا كاع الديار هذا وكاينة هنا هنا بدار بن عودار نيسوكا نيسوكا طحنا في لمبيسكات هذه في معرم غانب البوبكري ومحاو علي هما في الدار في دار والعسكر جاو فوقهم في دار وجينا انا وربع بن عامر من جيز بن بقاسم ما كانش بيعه ولا حاجه؟ ماشي بيعه هكذاك على الله تلقاو جاو داروا بهم بسكات احنا جايين عندنا الموعد نتاع لحقت انا العسكري هكذا كما قلنا شتو دخل الزرب واقف ما بغاش يقول لي وشكون قلت له انا وشكون ما بغاش هذا زاد مشى وشكون قعد مشى كانت البياسه كده. هو رمى البياسه وانا رقدت اضربنا برافو على هكذاك في الاخر زادوا خرجوا ربعه انت وانا من تحت بداوا يضربوا شدوا علينا ضربوا احنا هبطنا للتوانسه لتحت ضربوهم ما مات منكم حتى واحد هما مات منهم ولا ما ماتش؟ المغرب هذه في المغرب في الدنيا تاعتي كاع بايتا مرنا وكنت ثم هذيك الليله وين؟ بالك والقمر القمر هكذا بزاف القمر كل نهار صاحبي هذاك غدوه من ذاك افتح الرزمة تاع الحوايج قال المات الحب نتاع المات دخل الرزمة هو ما قاسمش بارك الله فيك الحاج الشبيبة الشبيبة كاين ما يمنوش بالشيء الشبيبة ما يمنوش بالشيء هذا وكاين شي حوايج تقولهم حتى تقول بالك بالك راني نكذب ما تجيش بالعقل سواسوا باش يديروا راني نقول لك واحد ولا يكذب روحه ما واش خليه ربي يهديهم الشبيبة وان شاء الله يقراو ويفهموا الاخر ويعرفوا الحقيقه الشباب تقريبا نص كبير ما يعرف اولادنا ما عادوش يمنونا من الشيء اللي كاين الشيء اللي اثر فيك اثناء الثوره اللي عشتها واش انا الثوره كي طلعت دراري خاطر وعلاه ما تقولش هذا يلحق يعني للجيش ولا شحال في كافي عمرك طلعت انا يا كان في عمري بالك 16 بعد 15 سنه وبابا كيف طلقك وانت صغير؟ ايه. كان خويا وبابا حكموهم العسكر بو كتفوهم داوهم في الليل خويا لحق التابلات تحت التابلات اقلع الكتاف وهرب هبط في الحدره هذيك هرب راح طلع للجبل بابا راح للحبس اللي راه يسموه احمد المونيس تاع مفتاح ايه. لا لا كاين واحد شهيد راح ما يشتغلش مات الله يرحمه بوه كي راح انا وخويا هذاك الكبير اسم واحد انا وين نروح ما كاش وين نروح قال لي راسي روح لتحت للدويره نخدم حكموني في مويه البارد داروني في الحبس بيت ذم نصبح حطوني لدوزيام بيرو قعدت شهر ومن بعدها بابا راه بالحبس تلقوا بابا قالوا لي تدينا تورينا داركم اديتهم في الليل
اديتهم شافوا هما على بالهم يعرفوا. الحقنا باللي للدار قربت البابا خرج ليهم والاخر دخلوا والاخر من بعد ردوني للحبس. كي طلقوني ما عنديش وين نروح، رحت نخدم قواشي. اتصلت بالعسكر هذو نتاع ليزابلي هذا يجوا في الليل يقمروا يشربوا ما عليش. خرجت واحد، خرجت اطلع وليت راني نخدم. هو طلب منك يخرج للجبل؟ خرج الجيش خدمه هو خدمه تخدم. هو طلب منك؟ انا قلت له وما بداوا يداسروا فيا. قلت لك كي وليت انا نخدم زادوا جاوا اصحابو اللي كانوا نعرفهم ولاو اللي كان يمشي معاهم. اتصلت معاهم قالوا لي نخرجوا. ايه قلت لهم واش روحوا جيبوا كي تعودوا خارجين عيطوا لي جيبوا لي سلاح ونخرجوا. صح اني هما لقاو الفرطه خرجوا بلا ما يقولوا لي. راحوا جيت الكتله الحمراء لحقوا الواحد الدشرة تما سقسوا قالوا لهم راح تطيحوا في الكار. ولاو جيت الدشرة نتاعنا سقسوا على دارنا جاوا لقاو العجوز قالت لهم هكذا قالوا لي هكذا. بعثت لي خاوتي الصغار قالوا لي هكذا. انا كانت عندي فيلو ركبت حطيتها في الواد تحته وتويا وهذيك هي لا استناوني في الغابه من ثم لين درك. الحمد لله يا رب مازالوا على قيد الحياه. في ماتوا الله يرحمه.